هيئة الأرصاد الجوية بتقول إيه عن الطقس. طبعا إحنا كلنا مستشعرين ارتفاع في درجات الحرارة، سواء بقى في درجات الحرارة العظمى أو الصغرى. النهاردة كمان اللي نازل الصبح هيلاقي شوية شبورة أكتر من الأيام اللي فاتت، وساعات الشبورة ما بيبقاش ترجمتها برد أو تقلبات جوية، لكن بيبقى ترجمتها إن في حر في هذا اليوم. النهاردة على الطرق الزراعية والسريعة هتلاقوا شبورة كثيفة شويتين عن الأيام اللي فاتت. توقعات إنه يبقى في ارتفاع في درجات الحرارة خاصة الأيام القادمة على مدار الأسبوع، ربما تكون هتطول معانا شوية، لكن بالنسبة للأسبوع اللي قادم يعني معظم الأيام هتكون فيها ارتفاعات درجات الحرارة توصل 39. في تنبؤات إنه ربما تكون الحرارة أزيد من كده شوية، لكن أعتقد يعني إنه إحنا المفروض إن إحنا ناخد دايما الأخبار من مصادرها، عشان كده دايما بنكون حريصين إن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرسمي يكون معانا. بتقول في البيان النهاردة إنه البلاد هتتأثر بامتداد منخفض السودان اللي بيعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وبتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع القادم عشان تكون ذروة الارتفاع أيام الأحد والاثنين. تعالوا نتابع معاكم كده بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة.